هنا واقف. بص هما كلهم سايبين المتلفات عندكم التوصيل غلط. كلام كتير سمعناه في الفترة اللي فاتت عن السحر والشعوذة في ملاعب كرة القدم المصرية، المرة دي وشاهد شاهد من أهلها. كابتن سمير محمد علي مدرب السابق لحراس مرمى الزمالك والمنتخب بيخص المصر اليوم بحوار من نوع جديد بيتكلم فيه عن السحر والشعوذة في الملاعب المصرية. كابتن سمير محمد علي بيعترف ان نص المدربين المصريين بيؤمنوا بل بيتعاملوا بالسحر والاعمال. الكابتن سمير حدد اسم الكابتن محمود الجهري والكابتن عصام بهيج وقال انه شافهم بنفسه وان هو شاهد عيان على لجوءهم لمساله السحر والاعمال. برضو الكابتن عصام اتكلم على ان في نجم اهلاوي ولكن مرضاش يفصح عن اسمه بيستخدم برضو مسألة السحر والشعوذة في كرة القدم. طبعا دي وجهة نظر او هو مسؤول عن التصريحات اللي قالها للمصر اليوم. برضو في الملحق الرياضي عندنا في صفحة أهلاوي مفاجأة لعشاق النادي الأهلي ومحبي إيفونا. إيفونا رفض عرض ألماني جديد للاحتراف وتمسك بالاستمرار مع النادي الأهلي. برضو محمد صلاح اللي هيلعب قدام النادي الأهلي يوم 20 مايو في المباراة الودية بالإمارات قرر أنه هو هيلبس القميص رقم 74 أثناء التسخين قبل المباراة، والرقم ده هو الرقم الخاص بشهداء النادي الأهلي في مباراة بورسعيد الشهيرة. برضو في نادي الزمالك وصفحة زملكاوي محمد حلمي المدير الفني لفريق نادي الزمالك بيتمسك باستمرار شيكابالا، وده على عكس كل الاتجاهات وكل المعلومات اللي خرجت من نادي الزمالك في الأيام اللي فاتت بنية النادي الاستغناء عن الفهد الأصبر شيكابالا. برضو عندنا تقرير مميز في نادي الزمالك عن أفراح يعني أسرة كرة اليد بنادي الزمالك بالتتويج بالكاس أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي أول امبارح. كل الأخبار اللي أنا قلتها ديت والمزيد منها هتشوفوه بكرة إن شاء الله في ملحق الرياضي بالمصري اليوم.